كما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يعزز من الاقتصاد الكلي ومن قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا. وكشف محافظ البنك المركزي عن قيامه بإلغاء تدريجي للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر من عام 2022. كما قام البنك المركزي اليوم بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابقة استثناءها من تطبيق تعليمات البنك المركزي باستخدام الاعتمادات المستندية ليصبح 500 ألف دولار بدلا من 5000 دولار.